في أجواء مهيبة شيعت عبر عدد من ولايات الوطن جثامين شهداء الواجب الوطني ضحايا تحطم الطائرة العسكرية اسمها المملي. بالقاعدة الجوية بأم البواقي وفي أجواء مهيبة استقبلت جثامين شهداء الواجب الوطني، حيث ألقت السلطات العسكرية والمحلية ألقت عليها النظرة الأخيرة قبل نقلها إلى ولاياتها الأصلية. وبأم البواقي دائما وبحضور رسمي وشعبي غفير شيعت جنازة الشهيدة كابو مغنية حرم المساعد الأول حامي سيد أحمد رفقة أبنائها الثلاثة، الشهيد أشرف عماد الدين، الشهيدة نور الهدى، والشهيدة إكرام. وفي أجواء من الحزن والأسى ودعت بسة فقيدها الشهيد الرقيب عياد سيد إلى مثواه الأخير بحضور السلطات العسكرية والمدنية وجمع غفير من المواطنين. وفي أجواء خيم عليها الأسى والصبر على الفاجعة شيعت جنازة العريف بلعيد نوار بولاية قالما بحضور عسكري وشعبي غفير. وفي الأجواء ذاتها شيعت ولاية باتنا شهيدي الواجب الوطني العريف عماج عادل والرائد فلوسي ريدا بحضور السلطات العسكرية وجمع من المواطنين. وبقلوب خاشعة ومؤمنة بقضاء الله وقدره ودع ساكنة مدينة يلل بولاية غليزان شهيد الوطن العريف قاسم سعادة. وفي جو جنائزي مهيب شيعت بمقبرة عين الأشياخ بولاية عين الدفلة جنازة شهيد الواجب الوطني الرقيب الأول حديد حمزة بحضور جموع غفيرة من المواطنين إلى جانب السلطات العسكرية والمدنية. وفي جو مهيب تم تشيع جنازة الشهيد الرقيب الأول إبراهيم إسماعيل بمقبرة عين بوسيف ولاية المدية بحضور السلطات العسكرية والسلطات المدنية وحضور جموع غفيرة من المواطنين. والأجواء ذاتها عشتها مدينة حجوت بولاية بازا أين شيعت جنازة الشهيدة خيار خديجة زوجة معيوف مولود وسط حضور شعبي وعسكري ومدني غفير. وبولاية بسكرة وبمقبرة بلدية الفيض تم تشيع جنازة الشهيد الرقيب الأول منصور عباس في أجواء خيم عليها الحزن والرضا بقضاء الله وقدره. ألف رحمة تنزل على أرواح الشهداء الطاهرة.